Listen up, says my teacher in front of the class. He says if you're not a believer, I'll throw you a voice that's on you. Better shape up and pay your dues. I'll throw you a voice that's on you. غير نكون معكم البنات الصالحه، هذه شي جوج ديال الاسابيع ما درت حتى شي عنايه للشعر ديالي. حتى انا البنات بحالكم، حتى انا كنعكس كنسى كنخليها للغدا الغدا الغدا، حتى في الاخر كدوز سيمانه موراها سيمانه موراها سيمانه وما كندير حتى شي ماسك حتى شي عنايه لشعري. سو اني واي البنات، درت معكم هذا الفيديو باش تشجعوا معايا نتوما وتنوضوا ديروا الماسك. حبسوا البنات الفيديو، خذوا اي ماسك عندكم، خذوا اي زيوت عندكم، اجيو نديرو مع بعضياتنا عنايه للشعر ديالنا. انا ديجا الخلطه ديال الماس درتها، بحال اللي كتعرفوا كنستعمل الزيت ديال ميل، كنخلطو بزيوت ثانيه بحال هادو هما اللي خلطت بهم هاد المره، زيت الريسيل اللي هو زيت الخروع، كنظن الخروع. درت له حتى جامايكان بلاك كاستر اويل، درت له زيت ديال ارغان وشويه ديال الفيتامين اي. شحال قلبت عليها لانه تكون هي الطريقه السهله باش غنحط الزيت فيها لشعري. هذه اول مره بغيت غنجربها وغتكون معاكم. وفي هذا الفيديو غادي نجاوب لكم على كذا اسئله الناس كنقرانا في الفيديو اللي فات، كنت درت لكم ديال البصل اللي ديال الشامبو ديال البصل، كنظن ما جاوبش شي حوايج هما مهمين، نسيت ولا ما طاحوش لي انا في البال. جو غتلقاو الجواب ديالهم الناس في هذا الفيديو. حاجه جديده الناس، خديت هذا المشطه اللي هي الدنمان برات اللي كتعرفوني انا كنحماق عليها. عندي مثلا ديجا وحده في الكحل اللي كتشوفوا معايا ديما في الفيديوهات، ولكن ديما كنوضرها. سبحان الله، ملي كنبغي ندير شي فيديو كنوضر المشطه، ما كنعرفش فين حطيتها. باش ما تخديت هذه قلت نخليها في البيت وتبقى عندي ديما هنايا باش ديما تكون عندي مشطه وانا عارفه فين كاينه. anyway نبدا بنات، اول حاجه هي غنمشط شعري. ديجا هو باقي شويه فازك، انه بحال اللي عقلتو كنقول لكم خاص الشعر يكون شويه فازك. الفيديو على الشامبو ديال البصل اللي كنت درت لكم سولتوني البنات واش انا الشامبو كنحطو في الثلاجه ولا كنخبيه بطريقه معينه. النوع البنات انا ما كنحطوش في الثلاجه، كنخليه في الحمام، ديما كيبقى في الحمام وباش فيما كنبغي ندوش كنلقاه. سولتوني كذلك واش البصله كتخسر. البصله ما سي يدوزت مده طويله غادي تخسر لكم، ولكن نتوما البنات شامبويه كملتوه في شهرين في شهر ونص، البصله كتكون باقه مزيانه. يشوني كنمشط شعري بزاف، ديجا فكيتو ماشي كنحاول نفك فيه غير باش تحرك الدوره الدمويه في الراس. وبحال هكا ملي غادي نحطو الزيت غيخدم لنا بطريقه افضل على الشعر. هنا نشوف شحال كيلوح. اوكي نايس، بحال هكا. واو سهل جدا البنات، غير كندوز على شعري ملي كنبغي نوريك، ملي كنبغي نخرج المنتج كنوريك شويه بحال هكا كدوزو نتوما كتوريكم. حيت الطريقه ديال هاد الزيت هذا خاص البنات الشعر يعمر مزيان، يعني ماشي غير تنحس يبقى كيقطر، ولكن خاصكم تعمروا جميع انحاء الشعر ديالكم. سو بالطريقه الاخرى بلا هاد الانبوب هذا البنات شويه صعيب، لانه ضروري غتنساو شي بلاصه، لكن بحال هكا كندوز انا على شعري كامل وكيدخل في الفروه ديالي. يعني ما غاديش تخافوا يبقى الزيت من فوق الشعر، لانكم نتوما كتدخلوا المشطه مزيان ديالو هكا عاد كتلقوا الزيت، يعني الزيت كيوصل للفروه. يا ما عندكم زيت ديال نياس استعملوا اي زيت عندكم، اي زيت مزيان للفروه ديال الراس. عندي شي حاجه في وجهي كتبري، ما عرفتش شنو قص به وجهي، عندي بحال الجليتر في وجه كامل. عرفتي البنات واخا ديروا هاد اويلينغ ما تنساوش ديب تريتمنت ديالكم مره في الاسبوع، تكونوش بحالي كنعكز بزاف انايا، يعني عندي واحد المشكل ديال هاد العكز هذا، عرفت كي غندير ليه. ملي تحطوا الزيت ما تمشطوش شعركم، لانه نتوما حاطين هاد الكميه ديال الزيت كامله في الشعر، الشعر غيولي البنات شويه سنسيبل، يعني يا مشطوه غادي غير طيحوه. سو مشطوه مزيان قبل باش ملي تحطوا الزيت صافي ما تحتاجوش تمشطوه. واخا بس تخبل واحد الشيء ضروري، نتوما دابا جالسين كتماصجوا شعركم غيتخبل واحد شويه، ولكن ملي غادي تغسلوه اللي خاصكم تغسلوه مزيان جوج المرات بالشامبو القليله باش تحيدوا الزيت كامل، ديك الساعه عاد مشطوه بشويه ديال ليفين كونديشنر ولا بشي ماسك. اوكي البنات حطيت كافي
وزياده. دابا غنمصاجي شويه بالمشطه شي 5 ديال الدقائق. الشامبو ديال البصل زوين بزاف، خاصكم غير تداوموا عليه، وراه النتيجه كتبان لكم دغيا، ماشي اللي هي ماشي حاجه اللي خاصكم شهور ولا سنين باش تشوفوا النتيجه، بالعكس من اول شهر البنات كتبان لكم النتيجه. عقدت البنات على هذا، شنو هو تكونوا عقلت اللي هما البنات اللي نسيت عيني هذه شحال. هذا البنات جيل زريعه الكتان اللي كنت درت في واحد الفيديو، كنت درته باش نبوكلي به شعري، كيعطي نتيجه كتحمق. نخليكم البنات الفيديو هنايا بغيت تمشوا تشوفوا كيفاش كيدار. هذا البنات يمكن لكم تستعملوه كماسك للشعر، كيعطي واحد اللمعه، وهذا والله انا اصلا دابا كنت تقدروا تقيسوه تشوفوه بارد لانه حاطه في الثلاجه عندي البنات، كندير كل نهار منه لوجهي، كيعطي واحد اللمعه للوجه كيحمقني. هذا يعتبر بوتوكس طبيعي، غندير فوطه بحال هكا باش ما غاديش نوسخ حوايجي، وتحطوه في الشعر كامل. يتفرجوا البنات في الفيديو ديال كيفاش كندير زريعه الكتان، كاين واحد الغلط درتو انا البنات في هذاك الفيديو، ملي جيت نصفي الجل خليته حتى برد عاد صفيته. هذا البنات خطا، صفيوه هو باقي سخون باش غيجيكم ساهل صفيوه، وصراحه كميه صغيره من زريعه الكتان غتعطيكم كميه كبيره من الجل، سو ما تحتاجوش تستعملوا بزاف. ويا غادي تخبيوه في الثلاجه، كيبقى ماكسيموم 4 ايام 5 ايام، من بعد صافي كيولي يخسر، كيبدا يخسر. ما كاين حتى مشكل اللي قاس لكم الفروه ديال الراس، ولكن حنا ديجا عندنا الزيت في الفروه ديال الراس، واخا تحطوا في الفروه ما غادي يدير لكم والو، لانه الزيت ديجا داخله في الشعر، ثم كتعرفوا الزيت والماء راه ما كيندمجوش مع بعضياتهم. تشوفوا كيخلي واحد الترطيب في الشعر، واحد اللمعان انا كيحمقني. وكذلك باش تصاوبوا به شعركم، باش تكرلي به شعركم، ممكن ما احسن من جرعه الكتان وحق الله، احسن من اي كريم كنت قلتها في ذاك الفيديو ونكررها في هذا. انا زريعه الكتان البنات الريزولت اللي كتعطيني باش نبوكلي شعري احسن من اي كريم، غير هي شنو كيخصك تصاوبيها وكتسمو كتعلق شويه وكتوسخ الدنيا، كل ما كانش بحال هكا راه احسن من اي كريم، ودغيا كتخسر عاوتاني حتى هذيك راه مشكله. وورا البنات سالينا ما تعطلنا حتى نص ساعه، والاحساس هو لا اروع، لانني اخيرا درت الماسك لهذه اسبوع ولا جوج وانا كنحاول ندير، وكل نهار كنقول غدا نديرو غدا نديرو الويكند نديرو غدا نديرو الويكند نديرو. نتمنى هذا الفيديو يكون شجعكم باش تعتنيو بشعركم، لانه هذا هو اللي بغيت انا منو البنات. قلت نصور معكم اليوم لان كيفاش نعتني بشعري باش نتوما البنات تعتنيو به، لانه كلنا كنعكزو، كلنا ما عندناش الوقت، كلنا ما كنقدروش، كلنا ما كتكونش لقانا، ولكن ضروري البنات. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.